المرأة لديها ولادة، دخلت للمستشفى بشكل عادي يعني مثل كل الحالات. تمت الولادة بدون أي مضاعفات تذكر. بالفعل خرجت هاي السيدة من العمليات إلى الردها، شافت مولودتها الجديدة وقعدت مع زوجها ما يقارب 20 دقيقة وكانت الأمور طبيعية. بعد ما تم إعطائها مغذي، حسب ما تحدث زوجها أنه تم زرقها أبرة في المغذي، ساءت بعدها حالتها، ازرق جسمها، ومن ثم تم إعلان وفاتها. طبعا هذه الحادثة تتكرر ربما في مستشفياتنا، لذلك كان من المفروض يكون أحد من وزارة الصحة يرد، خصوصا وأنه المستشفى هي مستشفى الزهراء التعليمي في النجف وهي مستشفى حكومية، لذلك ردنا أحد من وزارة الصحة اللي رفضوا مكتبهم الإعلامي أنه يظهرون ويانا. خلونا نشوف. الساعة 7 أو 7 و10 دخلت أهلي للعملية. مساء؟ صباحاً. صباح. دخلت للعملية. ورا قرابة 20 إلى 21 أو أقل من هذا الدقيقة خرجت مرتي من العملية، جابت بخير وسلامة وعلى حسب الأصول. يابا وين زوجتي؟ قالوا لي حولوها لردها لفوق للطابق الأول. أي اتصلت على رضيعتي، صعد هذا صعدوا لفوق، فأنا جيت طبيت لقيت زوجتي قاعدة. سولفنا وضحكنا انا وياها وكذا. قالوا لي هاي الطبله روح جيب العلاج. اخذت الطبله ونزلت وين؟ الصيدليه. حكيته مال الدكتور احسن. العلاج ما بعد العمليه. العلاج ما بعد العمليه هو بنفس الطبله مذكور، الطبله الذي اقامت العمليه بها كامله. فنزلت جبت العلاج ورجعت. يعني المرحومه قعدت وياك وحكيت وما بيهش؟ قعدت قرابه اكثر من 17 الى 18 دقيقه قاعدين نسولف وياها. انا وياها نسولف ونضحك، وحتى أهلي رضيعتي واقفة يمنا ونسولف ونضحك. أكو بعد أيضا شهود على هذا الكلام، ناس عندهم مرضى بنفس الردها موجودين، ظلوا هماتين يسولفون ويانا. أربع فراشات اللي داورنها من هاي سدية العملية للسدية مال الردها، هماتين ظلن واقفات الناس وظلوا يباعون علينا شلون نشاق ونضحك. فنزلت جبت العلاج وصعدت، هذا لقيت أحد السترات بالطريق، قالت لي جبت العلاج؟ قلت لها يبي اللي جبته. قالت لي خلي اروح اجيب التعلاقه واجي. فالتعلاقه مال اللي يعلقون بها المغذي. وصلت انا للجو قلت لها بابا هاي الابنه يخاف ما تاخذ راحتها او كذا على حساب تطل العلاج. فاني خلنا انزل استنسخ عقود الزواج وارجع على حساب اكمل البيان مال الطفله. لان انا ما عاد استعداد اخليك هنا بالمستشفى هذا العصر، اذا الله سهل عليك اخذك ونطلع على البيت. باعتبار انه هي افاقت ما بيها شيء. انت هي افاقه لان اساسا تخديرها كان نصفي مو عام. فطلعنا بعدني ما وصلت للباب اتصلت عليه رضيعتي. قالت لي تعال البنيه صارت عباره عن قطعه زرقاء وقامت الذبذبات من حلقهم الخشم. صعدت لفوق. طبعا اهلي انا بغير صوره شفتهم فما اقدر انقل لك اياها يعني. صعدت لفوق لقيت البنية صايرة عبارة عن قطعة زرقاء من رأسها لشعب ظفرها، عبارة عن قطعة زرقاء. وصعدوا النوب بالكادر، دكتور التضميد أتذكر صعد وولد مساعد وياه، وصعدا 8 أو 9 ممرضات، وصعدت الدكتورة نفسها، صعدت أساسا للجسم للردة. ما أعرف سولها تنفس صناعي على ضغطات على القلب على كذا من هذا الحديث، ونزلوها رجعوها صالة العمليات. لا ودوها للإنعاش ولا ودوها للعناية المركزة. شنو قالوا لك من ودوها للعمليات مرة ثانية؟ رجعها العملية الثانية. أكيد تسألت يعني. بويا شنو السبب الذي خليتها؟ واحد يطب ويطلع يقول لي ها ماكو شيء، ها بعد هي، ها ما أعرف شنو، هذا الحكي وراء قرابة ساعة إلى ساعة ونص. ولو ما جاي أحد أقارب يعني أساساً يداوم بالمستشفى، أنا ما عندي علم، زوجتي متوفية أساساً. الذي ذاكرته للدكتوره هي وقايلي لهم اساسا اللي هو اللي هذا من الاقاربي والذي الكادر قالت لهم خثره صاعده على قلبها وكتلتها. هذا كل ما في الامر الذي افتهمته من عنده. بعدين انا قمت الاجراء القانوني وما اتخذت اي طريقه ولا تصرفت باي تصرف الا فقط اجراء قانوني. امتاني قضيه الكتاب مال الطب العدلي يطلع. زين هم اعطوها علاج ورا البنج مباشره حضرتك ذكرت؟ اي ورا قلت لك ورا 14 الى 15 الى 17 دقيقه من خروجها من العمليه اعطوها العلاج.
ورا العلاج صار هيك بيها؟ ماكو، بس مجرد انه شكلوا المغذي وشكلوا الفلاجين بحياه الترامال والبراسيتول ما يشتغلون سوا. نظام ثابت علمي، انا لا دكتور ولا غيره، بس على الحالات اللي دي شفتها الترامال والبراسيتول ما يشتغلون بان واحد. قنينة ترامال، العفو براسيتول ما يقارب 30 أو 25 سي سي، ضايفين عليها أبرة ترامال. أي مريض يطلع ينطول ترامال بعد كون أقل شيء في ساعة ونص، أقل شيء للمريض ينطوه ساعة ونص بالذات أبو العملية للترامال على حساب تهدئ الألم اللي عنده. فهم أساساً هي الله العالم، الصوت بالدكتورة بالسكرتيرة بالدكتور التخدير ما عندي علم. ثاني التقرير يطلع أريد أعرف المشكلة سبب وفاة أهلي شنو أولاً، وثانيا أريد أعرف من المسبب الرئيسي. طبعا أكو شغلة نسيتها أنا أنوه عليها، رضيعتي أيضا عندها خبرة بهاي قضايا العلاج وكذا، فمن أجتي البنية اللي الممرضة اللي رادت تضرب الأبر وشكل العلاج، فقلت لها أبويا أنت ليش أنه تنطيها علاج وبعد يعني ما صاير، لأن استوها طالع من العمليات. نبت عليها الممرضة قلت لها تشني تردين تعلميني بشغلي؟ والله أنا نايم الساعة 9 الصبح دقوا علي تليفون، يعني أدري هي راحت بالثلاثة بالليل وخابرني زوجها قال لي يا بتأجلت العملية للستة الصبح، تدري أنت قلب والدة وقلب والد. قلت له إن شاء الله الله شو يكتب، الحمد لله والشكر. خابرني بالسبعة قال لي أو زوجتي توفت، يا شنو السبب؟ قال خطأ طبي. شنو ذنبي يعني؟ أطفالهم ابنها هاي بيتها اللي ما شافتها، يعني انت بنظرك بجرك عزيز عليك تتعب عليه، كادر طبي مو نظامي يضرب ابره بالخطا، شنو ذنبنا احنا؟ انا اناشد رئيس الوزراء واناشد وزير الصحه المحترم طلع اللي حبيت